السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر هاني أحمد العنيدي، بنكمل كورس مايكروسوفت ميديول 6 410. بنتكلم على الدي اتش سي بي. هنتكلم هنا، خلصنا الاسم 1، هنتكلم على الاسم 2 وات ار دي اتش سي بي سكوب ريزرفيشن، وات ار دي اتش سي بي اوبشن ابلايد. كل اللي هنتكلم عليه ونعرفها خطوة خطوة. هنتكلم what are the DHCP scope. تمام، قبل ما نتكلم what are the DHCP scope، انا عاوز اشوف ال DHCP. فقال لي DHCP، عملناه وشدته، يعني انا عزفته اول مرة ونشوفه بقى تاني. تعال نخش بقى manage AdWords and features، او AdWords اهي من هنا ماشي، انستوليشن طيب ماشي، نيكست. كل ده هيبقى نيكست، يعني انا هنزل على دي اتش بي. تمام، هنا هنختار شوي، هنا هنختار دي اتش بي سيرفر. امال ايه؟ يبقى انت هنا هتختار دي اتش بي سيرفر. تمام، خطوات قبل كده عشان ما حدش يقول احنا كل ده شرحناه قبل كده. فاحنا بنجست نيكست ونيكست، وانا بيتكلم ان هو هياخد ايه اللي هو حدد المكنة نفسي اللي هي على الاكتيف دايركتي. تمام، عشان يبقى عارف السيرفر، وانا سيرفر سيلكشن بحدد السيرفر. تمام، نيكست، وهنا دي اتش بي سيرفر. مجرد كده هينزل ايه، فبيقول لك ايه اد فيتشرز، يعني معاها فيتشرز هتنزل معاها، وهدوس ايه نيكست 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 انستول. طبعا لو انت عاوز تعمل ستارت، اعمل ستارت. هو طبعا كان في اختيار هنا تشيك بوكس، لو انت عاوز تعمل ستارت هيعمل ستارت. يبقى هو بمجرد ما هو يخلص ال active DHCP server tools هيبدأ يعمل ايه، هنبدأ نشتغل ونشوف الكلام اللي هو السكوب نفسه. تمام، قال لي ماشي. طيب ثواني، تمام، انا في الحالة دي عشان نبقى واضحين مع بعض، انا جهازي اللي انا شغال عليه حاليا بياخد دي اتش بي من راوتر، بس انا دخلت على راوتر وقفلت الدي اتش بي عشان انا ماخدش ايه اي بي. تمام، فنشوف هنا اخد اي بي ايه. جميل، هو اخد هنا اي بي اميبا. طب الاي بي ده، الاي بي الاميبا ده احنا قلنا يا جماعة مايكروسوفت، او الاي بي ده بيبقى موجود عشان يخليه تخش شبكة لو في اجهزة، يعني هو في احنا مثلا 10 اجهزة وكل جهاز فينا ما خدش اي بي، ما مش لاقي دي اتش بي، قاعد يبعت يبعت يا جماعة حد يرد عليا، مش لاقي حد يرد عليا لاننا في الدي اتش بي. تمام، سواء دي اتش بي سيرفر لسه هنعمله انستول، او دي اتش بي راوتر. فانا دخلت ولغيته، فهو ادى ايه اميبا. طبعا كل جهاز هياخد اميبا عشان ايه يبدا يكلمه يعني يبدا الاجهزه دي تكلم ايه بعض الشبكه، ولا هتقع كده، وقعت الاجهزه وقعت الشبكه، ولا ده يشوف ده ولا ده يشوف ده. وكمان بيتعمل لها سبنيتنج او سبنيت ماسك. تمام، قال لي تمام. فانا هنا دي اتش بي، هو كده خلص كومبليت ايه دي اتش بي. انا لو دوست كلوز خلاص، بس هو بيقول لي كومبليت دي اتش بي كونفيجريشن، لسه هنعمل لها كده شويه اعدادات. تمام، احنا نقول ايه نيكست اوثرايزيشن. اوثرايزيشن ليه يا جماعه؟ انا حد يفكرني يعني ايه اوثرايزيشن؟ معلش سوري، اوثرايزيشن
قال لي احنا اتكلمنا عنها دي قبل كده، اتكلمنا عنها في لسن 1 دي زوزيشن. قال لك عشان انا نسيت، انا راجل بنسى، تعال نفتح لسن 1. مش موجود هنا قدامي، فهو ده مش مشكلة. افتح ماي كمبيوتر سبدين يعني ميلود 6 لسن 1، تعال نفتح. كان في اخر مديول او اخر برزنتيشن يعتبر، ده في لسن 1 يا جماعة. اما كان الدي سي بي تمام بتشكل الدومين، تمام بيشكل الدومين عشان يديله ايه authorization، authorization authorized. قال لك يبقى هنا ايه، فهمت ايه هي الاوثورايزد. عشان انت المره اللي فاتت صدعتني بالنظري وانا دماغي صدعت، طب ما انا اهو احنا الكلمه اهي وهنبدا نشوفها عملي. فانا هنا في الحالة بتاعتي ان انا احط الاكتف السوي الدي اتش سي بي على الجهاز او على السيرفر اللي موجود عليه الاكتف دايركتري، فهو هياخد الكريديشن بتاعتي منين؟ من على الجهاز نفسه، ما هما الاتنين واحد. اما لو انا كنت حاطط الدي اتش سي بي على سيرفر مش عليه الاكتف دايركتري، لا ده انا هروح اشاور بقى على الاكتف دايركتري واقول ايه سبيسيفاي واكتب اليوزر نيم، واكتب هنا بقى الدومين، هتكتب هنا الدومين واليوزر نيم والباسورد، وهو هيروح ايه يعرف انت ايه مين الاوثورايز بتاعي، مين الاكتف دايركتري بتاعي. هو ده اسكيب اي دي اوثورايز، طبعا احنا مش هنستخدمها، احنا هنستخدم اول واحد ونقول ايه خلاص دن دن كده. انا خلصت اللي هي الكونفيجريشن بتاعتي، وابدا ادوس هنا ايه كلوز، ونعمل هنا ريفرش. قال لي ظهر هنا في الجنب حاجه اسمها دي اتش بي، دي اتش سي بي تمام. طيب عاوزين نتكلم عن دي اتش. قال لك عشان نبدا، انت قلت لي في نص الشرح دلوقتي وانت بتشرح الدي اتش سي بي، خلاص دي خلاص نقفل اللعبة خلاص انسى. هنا بقى انت بتتكلم عن الدي اتش سي بي سكوب. سكوب يعني انا لسه هبدأ احدد المدى، يعني راجل السيرفر دون هيحدد المدى اللي هيبدأ يوزع فيه الاي بي، وانا راجل اللي هبدأ هوزع المدى. سكوب يعني هيبقى مدى او مجال. طب ازاي انت هتوزع؟ قالك تعال نشوف عشان ما نتعبش من النظر. انا افضل اعمل ستارت بس ايه، فين دي اتش بي من تولز، فتحت دي اتش بي هي شغالة الفترة بتاعتها. هنا ال دي اتش سي بي في طبعا اي بي فيرجن 4 اي بي فيرجن 6 تمام. قال لي تمام، طبعا احنا هنتكلم عن اي بي فيرجن 4، انا ما خدتش اي بي فيرجن 6 لغاية دلوقتي، وهي الشرح هنشرحها وما تخافش انا هعمل دي اتش سي بي برضه بس ما يجي اي بي فيجن 6 تمام. عارف نفتح طبعا دي هنا ايه، في عند سيرفر سيرفر اوبشن بوليسيز فلترز تمام. طب هو كده يوزع؟ قال لي لا لسه احنا ما حددنا ما عملناش اي حاجه. فقال لي تعالى كده نشوف، طبعا هو فتح دي اتش بي وبعد كده اسم السيرفر بتاع دي سي الاليدي دوت كوم، هعمل رايت كليك هنا عليه ان اوثرايزد
اصبح ده ملهوش تفويض. الله طب ما شغال، معلش بقى ما يفش يعني، في اي وقت عاوز تعمل اي حاجه اعمل، بس عايز كليك ما يفش. تلاقي عامل يعني سهم احمر كده، لان هو مش شغال يعني. تمام، فانت تعمل وقت كليك تاني وسوايز. يبقى انت بتشوف العلامة دي، يبقى تتأكد بس ان انت تعمل اوثورايزد عشان يبدأ عمل صح، عشان يبدأ يشتغل معاك. تمام، لازم بعد كل خطوة تعمل بس فيش عشان يبدأ العملية ايه، تبدأ تشوف اللي حصل. تمام، طبعا ده اي بي فيرجن 4. تمام، وده اي بي فيرجن 6. خلينا في اي بي فيرجن 4. هنعمل رايت كليك ونقول له ايه، نيو سكوب. هنضغط نيكست. هنسمي السكوب دي ايه، وليكن هنسميها مثلا انا مثلا هسميها فاكتوري. مصنع. قول نيكست. بيقول لي انت هتوزع رينج اي بي ايه. قلت له انا هوزع رينج اي بي بتاعي. تمام، انت حر. انا هنا رينج بتاعي نقول 10.3، لسه مش 10.10.10.1 مثلا إلى 10.10.10.200. ده مثلا. قال لي ماشي انت كده كويس وزي الفل وراجل تمام وانا مصدقك. قال لي انت بمجرد ما انت حطيت ال DHCP عملت start اي بي ادس واند اي بي ادس، يعني توزع مين والى في هنا. تمام، بيفكس او هنا حط الايه سبنتنج او سبنت ماسك على حسب الديفولت بتاعي. فانا عن نفسي بعمل 255 255. تمام، هو شافها خلاص اللينسي بتاعت 24. انت بعد كده ممكن تغير في المدى زي ما انت عاوز، اما السبنت ماسك ما ينفعش تغير فيه. طب انا خلصت الاسكوب وغلطت ونسيت السبنت، شيلها واعملها من جديد. طيب قال لي اما تيجي توزع تخلي بالك من الجهاز اللي عليه الدي ان اس والاكتيف دايركتري، ما يتحطش من ضمن التوزيع الاي بي. قال لي ازاي، فاهم؟ اعمل وايد كليك هنا، تعال نشوف الاي بي اللي عليه الاكتيف دايركتري. وادي هنا اسنت عنوان الديتيلز. الجهاز بتاعي 10.10.10.4، الجهاز اللي هو ان انا ايه شغال عليه، والجيت واي بتاعي 10.10.10.1. تمام، هو كده اخد اي بي. تمام، لان انا مثبتها له. المهم انا كنت مثبت ال دي سي بي او الانترنت هياخده من الراوتر. تمام، ما علينا ما علينا، يعني هو اصلا كده ولا كده هياخد، كان هياخد يعني. انا مظبط من الجهاز ده دي سيرفر عليه الاكتف دايركتري، فانا كنت حاطط اي بي وحاطط الجيت واي بتاعه منين، من الراوتر. فطبعا دلوقتي كل ده هيتغير. تمام، ما مش هنغيره، احنا مش هنغير الاي بي بتاع الاكتف دايركتري، فانا بس على الجيت واي بس. تمام،
المهم احنا عندنا هنا الاي بي بتاعنا 4، بس في حاجة انت قلتها واسكت. انت قلت ان هتوزع من 4، من اول واحد لغاية 200. طب ما جهاز الـ4 ده هيتغير وهيعمل مشكلة معايا. ففي الحالة دي قدامك حلين، لا تقول لي وانت بتوزع يا عم ما تيجي توزع. انا بالنسبة لي يعني، عشان بس ايه، بالنسبة للفاكتوري اللي انا فيها، في بيبقى في اجهزة عليها اي بي ستاتيك، وفي اجهزة عليها دي اتش سي بي. الاجهزة اللي عليها دي اي بي ستاتيك خلاص بقى ما جيش جنبها، انا عارف بادئ من امتى ورايح لفين. يعني انا بقول مثلا انا بادئ من اول واحد لغاية 100، طيب ابدأ اوزع من اول 100 لغاية 200. خلاص بقى، يعني الايبهات اللي هتاخد بعد كده، اي موبايل اي لابتوب مثلا، هياخد من 100 لغاية 200 بس، مفيش اخطر من كده. طب اللي قبل كده لا مالكش دعوة بيه، ما تشوفوش ما تبصلوش. في واحد يقول لي طب بس هيبقى الارقام، يعني دي اتش بي هيبقى يعني هيوزع ايبهات بس بعدد معين محدود، لما انا عاوز عدد اكبر. قلت له ماشي، هنضطر نعملها ايه، واحد لغاية 200 وتقول نيكست. اكسكلوجن يعني ايه؟ هنا بقى هتبدأ تقول له لما تيجي توزع اي بي، وزع الاي بي بس ميعاد اللي انا هقول لك عليه، ادي 10.10.10.4، تقول له ات. يعني ايه؟ لما تيجي توزع الاي بي، وزع الاي بي 1 و2 و3 وعند 4 ما تشوفوش، عديه كانك مش شايفه. يبقى لازم بقى تدور على ايه بقى بالظبط؟ تدور بقى على الراوتر. الراوتر ايه؟ مش الراوتر اللي موجود معاك في الشبكة، ده خاص بالانترنت. يبقى لازم تشيل الاي بي بتاع الراوتر، ما يوزعوش طبعا. الاي بي بتاع الراوتر بتاعي 1، فانا اقول له 10.10.10.1، ما توزعوش. يبقى ما يوزعش الراوتر، ما يوزعش ايه، الاكتف دايركت، مالكش دعوة بيه، يبقى كده مش هيقدر يجي جنبه، يعني محدش هياخد الاي بي دي. طب لو في دي ان اس، تبدأ تدور على سيرفر دي ان اس. لو انت عامله على نفس المكنة ماشي، لو انت عامله على يعني نفس السيرفر ده ماشي، على سيرفر تاني تبدأ تحدد السيرفر التاني اللي عليه الدي ان اس. بقى ما تنساش التلاتة، راوتر والاكتف دايركتري والدي ان اس، لازم تحددهم وتحددهم، وتبدأ تقول لا مش دوني اللي هياخده اي بي، مالكش دعوة بيه. انا عشان على اساس ايه، على اساس ايه ان انا قلت هبدأ اوزع من الاول من رقم 1. لو انا كنت قلت 200 100، فين ان انا قلت انا 100 وقلت ايه نيكست، اصبح دي ملهاش لازمة. ما هو اصلا انا كده مش كده مش هوزعها، بس احنا بنقول لك ايه الاحتمالات على حسب كل واحد. فانا اقول له لا ده 1، ده لا مش دعوي. نبدأ كده من 1 ونبدأ نوزع ونشوف، تمام، ونقول له نيكست. least direction، least direction، least duration. يعني ايه least duration؟ least duration يعني تهيألي انا شرحت الكلمة دي قبل كده. قال لك ال IP بياخد فترة إيجار، دي الفترة بتاعت الإيجار، بيبقى كام يوم؟ 8، وطبعا ده الساعة ودي الهواء والكلام ده، تمام. يعني كده حلو، احنا كده عاملينه 8 أيام، ممكن تزود ممكن تنقص على حسب ما انت عاوز، وانا بسيبها على السنس 8 أيام، هتفرقش معايا أوي. طب دي كنا اتكلمنا عنها؟ اتكلمنا عنها، ديوريشن
ليش دوريشن دي اتكلمنا عنها ولا ما كلمتش عنها؟ لا اتكلمنا عنها. تعالى تاني اهو يا جماعة، والله العظيم الكلام ده انا اتكلمته بس بفكرك اهو. ساعة ما كنا بنتكلم ايز نيو، فقلت لكم يا جماعة ده هو احنا، واحنا بنحدد طبعا دي صورة قديمة، ده كان ويندوز صبر بتهيألي 2003 أو 2008، تمام 2008. فتقول ده انت تحدد هنا ايه ليميتد وان ليميتد، تمام. هنا طبعا ايه، هنا عندك ايه ليست ديوريشن. تمام قال لي تمام. يوز نيكست. تمام طبعا انت ايه هتخلي ايه الدي سي بي يبدأ يعمل الاعداد بتاعته ويظبطها، تمام. ولو قلت له نو يبقى مش هيبدأ ايه يبدأ يعمل عملية الاكتيف اللي هو السكوب اللي انت عملتها. فانا اقول له لا يس وندوس ايه نيكست. هيقول لك هنا حددت لي هنا اللي هو الجيت واي، هنقول هنا 10.10 اللي هو راوتر 10.1، وندوس ايه دوس هنا نيكست. هو كاتب هنا اسم السيرفر اوتوماتيك، هو خلاص جابه لاليت دوت كوم، هو جابه اوتوماتيك انا ما جبتوش اي حاجه، تمام. ولو انت ما كنت ما كانش كده كنا هنكتب هنا الاي دي ونكتب هنا ونقول له ايه ريزولت، تمام. يعني مثلا تعالى هنا اسم ايه السيرفر الاي دي، ماشي. انا عاوز اشيل ده نمسح كل ده اللي حصل. عم امسح يا عم. انا كتبت الالي دي دوت كوم وانا كتبت السيرفر نمت الالي دي دوت كوم. وظف هنا ايه اللي حصل؟ قال لك وظف في عندي حاجه اسمها الدي ان اس، لسه هنتكلم عنها بس انا اتكلمت عنها كمقدمه شويه. قلنا الدي ان اس يعني كبدايه اللي هو بيبقى جدول متخزن فيه العنوان واسم. يعني ايه العنوان والاسم؟ يعني كل جهاز مش ليه اسم؟ الله. وليه اي بي؟ الله. طب الكلام ده بيتسجل فين؟ قال لك بيتسجل جوه الدي ان اس. يعني انت بمجرد تكتب هنا العلي دي دوت كوم وتقول له ظرف، يعني ظرف حوله الاي بي اول ما دس ظرف، ام هو كاتب ايه؟ حول 10.10.10.4 هو عارف. يبقى هنا الدي ان اس هو اللي عمل الكلام ده، تمام. خلي بالكم من النقطة دي مهمة، أنا فهمت يعني إيه يوزر، يعني هو بياخد الاسم ويحوله أي بي عشان يبقى تاجر، ولازم أنت تعملها. يعني أنت حتى لو هو كان عملها شيلها وامسح وحط الاسم السيرفر وتكتب وظيفه وهو هيجيب لك الأي بي. طول ما كتبت الاسم وهو بنت وظيفه وجاب لك الأي بي خلاص يبقى أنت كده صح، يبقى هو كده شايفه صح وتقول له هناك، تمام. نيكست. طبعا في عندي حاجة اسمها وينز، دي كانت بتستخدم قديمة وكانت بتعتمد على بروتوكول اسمه النت بايوس. هو هنا بيعمل ايه؟ هو ايه الدي ان اس؟ قال لي الدي ان اس تاني، الدي ان اس بياخد الاسم حول اي بي. قال لك دي حاجة كانت بتستخدم في ويندوز سيرفر يعني من قبل الـ2000، كان بيستخدم حاجة اسمها بروتوكول نت بايس. البروتوكول ده نت بايس يعني بياخد جزء من اسم الجهاز ويحوله اي بي. طبعا احنا دلوقتي بقينا بنستخدم دي اتش سي بي، خلاص بقى يعني يعتبر دي ما عادش لا تستخدم يعني، تمام. او بمعنى صح قديمة، تمام. يعني انا باخد اسم من الجهاز، هو ده البروتوكول، بروتوكول النايت بويز النت بويز.
فبياخد جزء من اسم الجهاز ويبدأ يحوله ايه الوينز، يحوله ايه للاي بي. خلاص بقى الدي ان اس، خلاص كده الدي ان اس لا لغاه، ما عادش لازمه. تمام، ممكن لو في وقت ممكن هبقى اتكلم عنه ان شاء الله. دوس نيكست. طبعا هنا الاكتيفيت السكوب. تمام، وندوس ايه نيكست. بس نوع بس الفيديو بثواني. تمام، يبقى انت تعمل ايه سوري. طبعا دي كونفيجريشن، نبدأ نعيد تاني يعني. ده اخر بقى خطوة اللي هي الاكتيفيت. لو دوس نيكست خلاص، ندوس نيكست. تمام، هندوس فينيش. تمام، يبقى نرجع تاني الخطوات بتاعتنا في البداية خالص. أول حاجة إن أنت تبدأ تحدد السكوب وتحط السبنيتنج اللي هتوزعها. تاني حاجة تبدأ تقول اكسكلوجن، يعني الأيبهات اللي أنت مش عاوز تتوزع، ملهاش دعوة بيها، محدش يقيم بيها. نيكست، تقول الليست ديوريشن. طبعا احنا قلنا بنعمل 8 أيام أو أيا كان بقى الفترة اللي أنت عاوز تحددها. تمام، نيكست. طبعا دي كونفيجريشن بتاعتنا نبدأ نظبطها، هو هيظبط الكونفيجريشن بتاعت دي اتش تي بي. نيكست، حدد الاي بي بتاع الراوتر، كتبته ودوس نيكست. كتبت هنا الدي ان اس عشان يبدأ يعرفه منين هو بدأ، ان هو كتبته اسم السيرفر وانت الموضوع ده كده، وعرفنا بقى اللي هو ايه الاي بي، وعرفنا اللي ايه الدي ان اس. اتكلمنا شوية عن ويندوز حاجة بسيطة، واتكلمنا عن البروتوكول اللي هو نت بايظ. تمام، مش هنستخدمه. نيكست، اكتيفيشن ماشي، فينيش. هو كده خلاص، يبقى انا عندي السكوب اهي. تمام، فالسكوب ادي سبول. هنا بدأ يشرح لي انت عملت ايه. قال لي انت وزعت من اول اي بي واحد لغاية اي بي 200، ده الرينج بتاعي. اكسكلودد يعني انت ما عدا اللي هو رقم 4 او رقم 10. تمام، قال لي تمام. طيب هو كده الادس بول فهمني اللي هو يبدأ يوزع الاي بي ويوزع السبنيتنج. تمام، قال لي تمام. طيب تعال نشوف. طب انت قلت هنا 10. تمام، قال 10. الادرس ليست مفيش اي جهاز لغاية دلوقتي اخد اي بي. تمام، عندي شيء جهاز اخد اي بي. انا نعمل هنا ريفرش عشان بس جاهزين معانا. طبعا ايه هنشوف بقى الجهاز هياخد ال دي اتش تي بي. الجهاز الرئيسي بتاعنا اللي انا قاعد عليه هياخد بقى ايه الجيت واي منه، هياخد بقى منه ولا لا. جميل، قال لي اكسكلوزد يعني ايه. قال لي انت قلت لي ده اي بي. طب انا ممكن اعمل وايت كليك هنا واقول له ايه نيو اكسكلوجن انج، وتبدا هنا تكتب الاي بي. يعني مثلا انا حاذف الاي بي بتاع ايه الراوتر، ادي هنا ديليت يس، اقول له نيو اكسكلوجن رينج، وتكتب الاي بي بتاعه 10.10.10.1، واقول له ايه اد. بمجرد ما انا ادخ وبعد كده ادوس كلوز، طبعا هو هيعمل ايه يكتب يعني ده الاي بي ما توزعش. تمام، يعني انا بدأت افهم هو مين اللي هيوزع الادرس بول والادرس. بس الادرس ما فيش عندي، مش عندي اي جهاز اخد حق. تعال نشوف بقى الجهاز اللي انا قاعد عليه حاليا. هنشوف بقى ايه هياخد.
دينوسيس. نشوف هيبدأ أشوف ولا إيش. تمام، خذ وقتك، احنا هنعمل هنا هنشوف بينج ايه تاني. مش عشرة دوت، لا مش عشرة دي خالص، دوت عشرة دوت عشرة دوت واحد دوت أربعة. هو كده مش شايفه خالص. طيب نقول عشرة واحد برضه، ننتظر كده شوية نشوف ايه المشكلة دي، نرجع لكم تاني. تمام، هو دلوقتي الجهاز بتاعي مش اخد، مش عارف يخش ياخد الديتش دي. طبعا ليه؟ لاني انا طبعا موصل توصيلات مختلفة، لان انا باخد دلوقتي من جهاز بعيد عن الراوتر، انا مش باخد من الراوتر على طول. يعني هو في راوتر بيوزع دي اتش بي، بيوزع دي اتش بي، ويبقى في وايرلس، انا شغال بالوايرلس فمش اخد منه. لو انا كنت اخد كابل الراوتر كان هيبقى كلنا على نفس السويتش. المهم ما علينا، انا قمت فاتح مكنة، تعمل مكنة عليها ويندوز 7. تمام، وكنت موصلها بالدومين. تمام، بس انا هعمل ايه بقى؟ طبعا هي بمجرد ما اخد اي بي، هو طبعا هو ليه اي بي دلوقتي، هو اخد اهو تيد اخد اي بي، ودي الناس ودي اتش بي سيرفر اخده من 10.10.4 اللي هو السيرفر. ما فتحت بقى وشفته في الادس ليس، ادس ليس ليز ليزز، في الادس ليزز هنا مكتوب هنا 10.10.10.5، وهنا البي سي اليد دوت كوم بي سي دوت اي دوت كوم. طبعا هو هنا ليزز اكسبيرينس، مش راح تعبان، معلش يا جماعة سامحوني انا تعبان شوية بس. اكسباير هيبقى هينتهي امتى؟ تمام، وديت سي بي تمام كده. الادس ليزز هنا بدأت اعرف الاجهزة اللي اخدت اي بي لازم تظهر، لازم تبقى موجودة هنا. يبقى الادس ليزز ايه اللي بيحصل؟ اي جهاز هياخد اي بي لازم يكون هنا معايا، هنا لازم يظهر هنا. طب انت، انا مش مصدقك. طب ماشي، تعالى هنا نعمل حاجة، هنفتح هنا وان سي ام دي، وهنكتب هنا اي بي config slash id. خلاص انا كده شلت الاي بي، نبدأ نقول له ري نيو. خد يا عم اي بي، قالك اخد اي بي. تمام، واخد ال
هنا الجيت واي بتاعي 10.10.1، تمام. تعال نشوف هنا السيرفر، وندوس هنا في يفش يفش يفش، تمام. تعال هنا نشوف الاي بي، طبعا هو ايه اخد طبعا انا بس عاوز اجيب ايه ديتيلز. هنا اخد الاي بي 5، وهنا اخد السب نيتنج بتاعتي، وحدد هنا الاي بي سوري الاي بي بتاعي هيبدأ امتى وينتهي امتى. هتحسب هتلاقي فيه 8 ايام، تمام. هنا الديفولت بتاعي جيت واي 10.10.1، يبقى ده الديفولت اللي هو هيطلع لي انترنت. هو جايب الكلام ده منين؟ قال لي من دي اس سي بي سيرفر 10.10.4. طب الدي ان اس 10.10.4. تمام، يعني انت عاوز توصل ايه مني؟ اللي هو اخد هنا الدي اتش تي بي اخده من المكنة الرئيسية، تمام. قال لي كده انا كده تمام، يعني هو الويندوز 7 اخد الدي اتش تي بي من عند الايه الاكتف دايركتري، من عند الدي اتش تي بي اللي موجود على السيرفر ده، اللي موجود على الاكتف دايركتري ده اللي هو اللي انا هحطه دلوقتي حاليا. طب انت عرفت منين؟ قال لي الادرس ليست هنا مكتوب ايه 10.10.5، ده اخد مني. تعال نعمل ريفريش، تمام. تعال نعمل وايت كليك كده ونقول له ديليت، يس. تعال بقى نشوف الجهاز التاني. انا لغيت لك الاي بي عشان ما حدش يقول ان انت ايه مسجله عنده. طب ما انت حافظ، تمام. نقول له ديز، وبعد كده نقول له ايه انيو، ماشي. هو هنا شيلته خالص من عندي، تمام. اهو انا شيلته خالص 10.10.10.5، تمام. قال لي تمام. تعالى نروح هنا الأدرس بول، هو هنا المفروض هيوزع منين؟ من 1 لغاية 200، تمام. قسم عدد 1 وما عدا الأربعة، تمام. قال لي طب ما نيجي نغير السكوب دي خالص ونشوف حاجة، تمام. تقيل 10.10 من 1 لغاية 200. طب ما تعمل من 100، معلش اعمل لي كده من 100 وندوس ايه اوكي خلاص، واعمل هنا رايت كليك واقول له فيش، ونشوف بي الاي بي فيرجن ايه دي. طبعا انا هو اخد هنا اي بي، معلش انا هحذفها خالص، ماشي. تعب معايا شوية. تعال بقى نشوف المكنة التانية ويندوز، ونقول له ريليز، ونقول له ايه رينيو. اخد هنا الاي بي بتاعي، اخد اي بي بكام؟ قال لي من اول 100. ما انت قايل لي دلوقتي السكوب بتاعتي منين لفين؟
قلت لي ابدأ من أول 100 لغاية 200. أول 100 مين؟ ده الجهاز بتاعي. دخلت على سكوب أدس ليتد، تمام. أدي الجهاز بتاعي 10.10.10.100، تمام. وهنا السباي بتاعه والدي اتش سي بي، تمام. يبقى ده كده واضح معايا الجهاز ده أخد من عندي، تمام. هنعمل هنا رايت كليك ونقول له ايه بروبرتيز. طبعا احنا كنا وكلمنا ان احنا ممكن نغير في الاي بي من ادرس ستارت اي بي لاند اي بي، وهنا ليميتد بتاعته، ولسه هنتكلم عن unlimited دي قبل شوية، تمام. ريزرفيشن دي، طيب قبل ما نتكلم في ريزرفيشن احنا بس هنبص على حاجة معينة في ايه، لان انا هوقف هنا الفيديو ده، لان الناس متعودة 40 دقيقة، الناس متعودة ان انا اعمله يعني 30 35، ما بزودوش عن كده. تمام. فهو هنا ال دي اتش سي بي، دي اتش سي بي هنا بيتكلم سكوب رينج اوف اي بي ذات افيلابل تو بي ديز، يعني بيقول لك الجهاز ده سيرفر، تمام. وعندي هنا سكوب، تمام، عشان ما نطولش الفيديو لان ايه ما بحبش الفيديو يطول. فدي اتش سي بي سيرفر، تمام. بيوزع لان معينه سكوب اي، وفي لان تانية برينج تاني اي بي ممكن توزع. طبعا الكلام ده هنعرفه بعدين، يعني مش الفيديو ده. يعني هو هنا انت لما بتيجي توزع الاي بي الدي اتش سي بي بيتكلم من سكوب نيم، احنا عملنا سكوب نيم سماها فاكتوري. هنا ريليز، مش ريليز، ليز ديوريشن، معلش انا بتلخبط منها وبين ريليز، لان انا حافظ كلمة ريليز دي يعني متعود عليها في الشغل، تمام. يعني فترة الإغراق بتاعتي إن هي كانت 8 أيام، تمام. وكلمنا عن الأي بي رينج، وكلمنا عن السبنيتنج، وكلمنا اكسكلوجن اللي هو الأي بي اللي أنت مش عاوز يعني مثلا أنا بوزع من الأي بي من 1 لغاية 10، ما معلش الأي بي اللي هو رقم 2 ما تبصلوش وأنت بتوزع، ده مالكش دعوة بيه. اكسكلوجن رينج، تمام. هنا نقول اند ديسكارد ونروح بقى نتكلم ريزرفيشن، ده هنتكلم فيها بس في الفيديو الجاي ان شاء الله، تمام. تمام. فيا ريت تتابعوا معانا على الجروب بتاع ال الاليدو جروب، وان شاء الله الفيديو ده هيترفع النهارده ان شاء الله، تمام. انا يا جماعه ما بطولش في الفيديو عشان ابقى واضح وصريح معاكم، انا بحاولش اطول في الفيديو لسبب عمليه، في ناس بتمل وبيبقى فيهم انا، الفيديو كل ما بيكبر انا بمل جدا، لكن كل ما يبقى صغير باخد منها معلومه. هو بيقطع عدد فيديوهات بس بيبقى ايه المعلومه متجزئه بس ايه، حتى انا مش هربط الفيديو او نمبر الفيديو التاني نهائي، ده موضوع وده موضوع، تمام. وعشان الناس تبدا تذاكر وتركز في الشغل، لان انا من النوع اللي انا بميل، يعني انا ببص اهو ما بحاولش، لو هي وصلت 45 هتلاقيني وقفت، انا اصلا ما وصلتش 45، انا الفيديو اللي فات كان ساعه ولا ساعه وايه، فانا ما بحبش كده، تمام. ويا رب يكون استفدتم من الشرح. طبعا في ناس هتقول لي طب انت ما ظبطتش ليه المكنه اللي هو وسيله، لان انا ليا تظبيطه في الشبكه الداخليه في البيت اللي انا قاعد فيه، يعني مش عامل توصيلات يعني، وراوتر وشغال يعني شغل حلو يعني الحمد لله يعني، تمام. ودعونا بالتوفيق في تكمله الكورس، ويا رب يا رب تستفادوا مني. ولو في اي استفسار كان ابعتولي على صفحة الاليدو.
شكرا، السلام عليكم.